واضح انه بقى عندنا كده في بلدنا مجموعه هوايتها او لا وظيفتها التشكيك وزرع الفتنه. لازم ازرع فتنه، لازم، ما ينفعش نعيش كده تبقى الدنيا ماشيه حلو وميت فل و14 يقول لك لا الدنيا في البلد دي ماشيه حلو، ما تيجي نضرب اسفين، ما تيجي نفرقع قنبله صوت، ما تيجي نعمل مشكله. انا دايما بقول انه من اهم القوى الناعمه في بلدنا الرياضه، الفن والرياضه. انت لسه بتفرج على فيلم تسجيلي عن صناعه السينما، وقفت قدام مفاجاه مدويه، يعني انه تقريبا دخلت 1895 الاخوان لوبير في فرنسا، ومصر بعدها بسنتين كانت بتعمل حاجه كده، كانت بتصور قطر، ما خدش دقيقتين او حاجه زي كده، لكن بعد سنتين من صناعه السينما في العالم مصر. عشان كده السينما في مصر هي احدى القوى الناعمه، وكانت على فكره مصدر دخل، مصدر دخل كبير، السينما والقطن وحاجات كتيره جدا يعني. الان طبعا تظل السينما ويظل المسرح وتظل الفنون وتظل الثقافه امر مهم جدا، والمثقفين ودورهم وكل شيء رائع وجميل يعني، لكن الرياضه في السنوات الاخيره في الخمسين سنه الاخيره بقت قوه لا يستهان بها، والعشرين سنه الاخيره زادت بشكل رهيب جدا يعني. وجميل يكون عندي انديه بشعبيه الاهلي وشعبيه الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد، المصري، المحله، اسوان، انا بتكلم على موجودين في الدوري الممتاز دلوقتي. وجميل الناس تبقى متعلقه، الاهلاويه بالاهلي والزمالكاويه بالزمالك، لكن كلنا في النهايه مربوطين بحبل بنحبه اسمه مصر. فانت حضرتك يبقى عندك مباراه زي دي وحدث زي ده في بلد جميله زي الامارات، يوم جاي واحد ابن حرام مصفي، ابن حرام مصفي، يوم جاي رميلك جواب. جواب ايه يا عم الجواب ده؟ يقول لك الاهلي طلب ان الزمالك ما يلعبش باللون الازرق. اي واحد عاقل، اي واحد عاقل هيقول لك الاهلي ماله، اي واحد عاقل هيقول لك الاهلي ماله، هو ماله ازرق اخضر اصفر ابيض، هو ماله، مش شغلته يعني. لكن فجأة يلف الجواب ده على السوشيال ميديا والناس تتعامل معاه، وبعضا من المواقع كمان تاخده انه ده حقيقة، وانت لو قريت الجواب هتعرف انه مزور. فاحنا بقينا نحب نجري ورا الإشاعة، وده امر مش مقبول على الإطلاق يعني. فالناس لازم تعقلها الأول وتحسبها الأول قبل ما تروح ورا الإشاعات.